اليوم عندنا كما تشوفوا الفينال نتاع مسابقه القائد اللي هي مسابقه بدات 2013 في سبتمبر. بدينا مع 16 مشروع، وزينا 14 ولايه، ولايات الجمهوريه الكل. بشويه بشويه فما دي بروجي يخرجوا، دي بروجي يبقاو. اليوم وصلنا مع دو بروجي فيناليست، قفصة وجندوبه، سونيا محمدي وعبير رويس. اليوم باش نشوفوا مع الجوري نتاعنا ان شاء الله شكون باش يربح، شكون باش ياخذ لقب القائد، و5000 دولار كبخي بور لو غانيون. المسابقه هذه نحب نذكر اللي هي في اطار برنامج يدوم على 3 سنين اسمه عد الموج تونس. بديناه عام 2011، عملنا دو سيسيون اللي هما ورشات تدريبيه بوغ دي جون ما بين 18 و 35 سنه، يخدموا اكثر على المهارات القياديه، كيفاش استراتيجيك بلانينغ، كيفاش يردوا فكره المشروع ملموس. عاوناهم باللي منح متوسطه وصغيره معناها باش يبداوا المشاريع نتاعهم. واليوم شفنا معنا تبارك الله دو فام، معناها هما دو فيناليست اللي شرفونا، شرفوا الاي اي سي وشرفوا تونس بصفه عامه. هو كيف ما كنت نحكي لك اللي هو المرحله الثالثه من مشروع ديجا دام على عامين، دو سيسيون تاع عد الموج تونس. لي دو بارتيسيبونت اللي معنا اليوم هما ديجا جزء من البرنامج، معناها الشباب اللي احنا دربناهم على استراتيجية إدارة المشاريع والقيادة هما نفسهم اللي بعثونا المشاريع نتاعهم وترشحوا للمسابقة هذه. دونك هما ديجا عندهم التكوين، معناها لي زابيسي نتاع كيفية صياغة المشاريع، وتوا جوست هما في الامبليمونتاسيون في تطوير مشاريع وفي التنفيذ. في المسابقة دخلوا في إدارة التنفيذ على خاطر من أول مشروع أخذوا منح، معناها 16 ولايين أخذوا 1000 دولار، كل واحد أخذ 1000 دولار، عملوا الامبليمونتاسيون دو بروجي. من بعد الثمانية اللي تعداوا للتوغ اللي من بعده أخذوا كل واحد 1500 دولار، الأربعة اللي تعداوا للتوغ اللي بعده أخذوا 2000 دولار، الزوز الأخرين أخذوا 2500 دولار، واليوم اللي باش يربح باش ياخذ 5000 دولار. دونك كل واحد عنده معناها أن سوم دارجون اللي ينجم يجري بها البروجي. المشروع مش باش يقف اليوم، مش خاطر فينا باش يقف اليوم، فما ورشات تدريبيه باش تتواصل على مدى شهري ماي وجوان ان شاء الله، باش نكملوا المشروع هذايا بكتايب نهديوه للجمعيات الكل، فيه الورشات التدريبيه، المهارات القياديه وكل شيء. دونك اي جمعيه تنجم تستغلوا معناها في تدريب لي جون الموجودين في الجهه نتاعها. اليوم الايفنت هو راح يعتبر اخر ايفنت او الفاينل بالنسبه لمسابقه الليدر، وان شاء الله نشوف ونعرف من اللي فائز. كان هناك الكثير من المشاريع، هذه المشاريع تقريبا 16 مشروع وكلها مشاريع جيدة، ولكن بالتصويت هذه المشاريع زالت، وعندنا آخر اثنين اليوم، فنتمنى أنه للمشاركات الفوز. وأيضا في نفس الوقت نتمنى أنه هناك مشاركات جديدة وأخرى أكبر في المستقبل من قبل الشباب التونسي اللي موجود، وإن شاء الله هذه ما راح تكون آخر شيء، وإنما راح تكون بداية لمسابقات أخرى ونشاطات مشاريع جديدة اللي راح نحاول ان احنا نبتديها مع شباب اخرين، نعطيهم الفرصه انه يثبتوا وجودهم وايضا ينفذوا مشاريعهم بطريقه سهله، وتعلموا من القاده السابقين اللي موجودين ومن خبرتهم. ونتمنى ان هذه راح تكون استمراريه للمراحل المتابعه، وهذه المتابعه راح تستمر فتره معينه حتى نشوف اذا كانت هذه المشاريع مركزه في داخل المجتمع وكيفية تأثيرها على التغيير في داخل المجتمع. فنأمل خير، وإن شاء الله الفترة المقبلة راح تكون هناك نجاحات أخرى.